بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخوة السلام عليكم. عندنا هذا محرك أرسون، هذا المشكل اللي كان فيه يا جماعة كان فيه تكربيع في الموتار، كان في الرونونتي ما تسمعش تكربيع، كي تكسيليري أفون ما تسمعش تكربيع، كان شوية اكسيلاتر نص اكسيلاتر تسمع فيه تكربيعة. درك الأخ هذا ما فهمهاش، شاسكو بيالا اكس بيستون تكربيع تالي دوا كشول قعد ما بين البينين. دونك كي جابها لنا هذا الاخ للورشه هنا درنا فيريفيكاسيون، حنا كشول تكربيعه هذه سمعناها من الفوق، فتحنا كاش كربيتر من الفوق بدينا نفيريفيو، شوفوا تكربيعه تاعو وين لقيناها يا جماعه. شوفوا هذه الكعبه الضوء، هنا هذه القالي تاعو دارت الجو من هنا، وزيد بالزايد شوفوا البراكه نتاعو كيما لقيناها طايحه ديجا. هاي من هنا، ها هي وين حافره تاع البراكام، واش تولي دير كعبه الضوء تولي كيما نقولوا هنا هاي الدور، وتكرشي وين توصل الحاشيه هذه تولي تقربع هنا طلعشيلو من هنا جهه الحفير هذا. فرزنا هذا الامر سي بون بقاتش تقربعات، نحات له تقربع ربي يبارك ما شاء الله تاعك ولا الموتور. درك قعد له البروبليم تاعو الاخر اللي فيه كي تكسيليري يافون يولي الموتور قاعد يبافون، يولي فيه ديراتاج الموتور، وعلى هذا البروبليم هبطنا لكم فيديو من قبل، ودوك نزيد نوضحوا الامر هذا للاخوه الكرام. شوفوا معايا يا جماعه، دوك كي لقينا فيه المشكل تاع الديراتاج هذاك، ما رحناش حنا بدينا نبربشوا في لابومب اجيكسيون، بدينا نديروا منه، رحنا ديريكتومون هنا الكرابي هذا من هنا وين تركب تيوت المازوت هذا، من ها هو وين بونو يا جماعه، هذا يركب من هنا ويركب فوق منه تيو من هنا. حليناه، جبدنا الفلتر هذا يا جماعه، شوفوا معايا الفلتر هذا، هذا لقيناه معمر خماج، ها هو من هنا وباين ديجا، انا نشوف فيه من هنا معمر خماج، يولي المازوط يعدي حاجه قليله من هنا، وعلاه خاطرش الخماج هذا قا في الفلتر تاعو، هذا الفلتر تاعو دوريجين تاع لا بومب اجيكسيون، في هذه الحاله يولي يتغم الكاميو، يولي ديراتي، يولي ينهج الموتور، يزيد وينقص، يولي يدخن، يدير اعراض ياسر. درك حابين نولوا حنا الاخوه هذوما باه ما يدارش يتسرعوا، باغ اكزومبل كيما تقربي هذيك لازمتك تفيريفي صح، تروح تفيريفي للبراكام ولي دوا، وباه تبدا تحكم على حوايج اخرى، وكيما المشكل تاع الديراتاج هذا روح ديريكتومون من هنا حل كلابي تاعك اخويا، حل اجبد الصفاي تاعك هذا الفلتر، نيتوايه مليح وعاود ركبو، يرجع كلش نورمال تاعك، وان شاء الله تكون فهمتوني يا جماعه، مشاهده طيبه للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله.